وأحط جميع الإخوان أعضاء الوفد كاملا بإعطاء العناية لمختلف النقاط. دابا واخا جاوبنا اليوم جاوبنا كلاما، خصنا يكون عندنا جواب عملي أيضا فيما نستطيعه بطبيعة الحال اللي مش داخل في الاختصاصات ديالنا. بعض الأمور طرحت ليست بالضرورة من اختصاصات الحكومة، ولكن هنا قدرنا نعاونوا في شي حاجة مرحبا، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. من بين الأمور التي طرحت هو التمويل، وراه العالم كله اليوم واحد في التمويل، العالم كله واحد في التمويل، الدول واحدة في التمويل، المنظمات العالمية واحدة في التمويل، الشركات الكبرى متعددة الجنسيات واحدة في التمويل، ولكن كاين شيء يسمى الإبداع في التمويل. كاين وسائل إبداعية عن طريق الشراكات، عن طريق تتمين الإمكانيات الموجودة عند الجماعات الترابية أو عند المؤسسات الأخرى. يمكن إيجاد صيغ كثيرة لحشد تمويلات في هذا المجال. أنا بغيت نهضر في واحد بالخصوص واحد الموضوع، هو السيد الوزير ما كاينش لأن أصيب بزكام أمس، كان غادي يجي معنا، والسيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي والأخضر، طرح واحد السؤال على المنطقة الصناعية. سيدي بالنور ياك سي رامي ما كاينش، طلب العيد باش نمشي. فأريد أن أقول بأن السيد الكاتب العام الحاضر معنا أجاب بأن الوزارة مولت دراسة في الموضوع، وأن هذه الدراسة قيد التنفيذ، ومن المقرر تخصيص 47 هكتار لهذه المنطقة الصناعية. والمشكل بطبيعة الحال دائما خصنا نبداو بحيازة العقار لنزع الملكية، لأن أغلب هذا العقار هو من العقار ديال الخواص. فلذلك هناك اهتمام بالموضوع، وراه بدات الخطوات، وإن شاء الله بمجرد ما تكمل الدراسة تبدأ قضية العقار وتبدأ الخطوات الأخرى، وكل أمر كيبدأ من الصغار ثم يكبر. أنا أمس لما كنت مع الإخوان ديال الشمال، اليوم عندهم طنجة المتوسط اللي هو أكبر ميناء في إفريقيا، وهذا شيء مهم جدا نفتخروا به. لكن امتى بدأ الدخول دياله في حيز الاشتغال؟ 2006 تقريبا، 2007 2006 بدأت الأشغال، على الأقل 2003 على الأقل. باش يوصل لدابا راه خص واحد المشوار طويل، لأن المشاريع الكبرى المهيكلة ليست مشاريع تتم على عجل. نفكر في الصباح نقول خصني صافي، خصني نفبرك ونخرج، كيخرج داك الشيء عوج في الاخر ما كينجحش في الاخر. المشاريع الكبرى خص عليها مناقشه بين مختلف المتدخلين، تعاون، خص دراسات الجدوى ودراسات التقنيه تكون متقونه، عاد كننتقلوا للدراسه ديال التمويل وديال انجاز الاشغال وكنوصلوا. اليوم مثلا عندنا الميناء ديال الناظور ان شاء الله يكمل في 2000 واخر 2020 ولا 2021. الميناء ديال الناظور الا كمل غادي يعطي واحد زخم كبير للمنطقة الشرقية. ولكن هو واحد المشروع جا من شحال هذه، هو جا وراه ان شاء الله غادي يكمل، ومعه مشاريع اخرى مهيكلة التي ستجعله مفيدا للجهة ويتعطى الجهة، وهكذا المشاريع الكبرى. هذا مشروع كبير على مستوى جهة، ولكن كاين مشاريع كبيرة على مستوى اقليم او عمالة، على مستوى عمالتين او ثلاثة او اقليمين. فلذلك ان شاء الله انطلقت كثير من المشاريع او انطلقت الدراسات فيها، غادي تعطي الجدوى ديالها، غادي تعطي الجدوى ديالها. لكن نحتاج الى ان نتعاون كما قلت في البداية، والى ان نتعبأ جميعا لانجاح هذا اسمه. سجلنا الملفات الكبرى التي طرحت سواء في العرض ديال السيد الوالي ولا في العرض ديال السيد الرئيس الجهة ولا في عدد من العروض مثل المطرح ديال الديونة والسكن غير اللائق وقصر المؤتمرات وطبعة النقل الحضري راه متبعينوه السي سفير اسمه تبعوه. ولكن بخصوص مشكل ديال الماء اللي كما اشار السيد الوزير، نحن الان بصدد التهيئ للمصادقة النهائية ان شاء الله عند موافقة جلالة الملك على المخطط الوطني للماء، لان غادي يكون عنده تأثير كبير على المستقبل، غادي يعطونا وضوح كامل. ولكن يجب ان اقول بان جلالة الملك صادق على
البرنامج الاولوي اللي غادي يمشي حتى 2023 ياك 2026 2026 وهذه اللجنه ديال الماس شرف عليها جلاله الملك شخصيا وتراس عدد من اللقاء اللي في اللقاء الاخير تم المصادقه النهائيه على هذا المشروع ديال الاولوي المشروع البرنامج الاولوي للماء حتى 2026 معنى ذلك حنا وهو كيشكل الجزء الاول ديال المخطط الوطني للماء معنى حنا ما غاديش ب 115 مليار درهم ونصف على مدى هذه السنوات اذا معنى ذلك ان هذه القضيه الماء حنا في بلادنا الحمد لله بقياده جلاله الملك عطينا كل الاهتمام لان عارفين بان الماء حيوي في جميع الجهات ولذلك وطمئن الاخوات والاخوان بان جلاله الملك كان اعطى الموافقه ديالو على هذه المحطه ديال التحليه بجوار مدينه الدار البيضاء الدراسه بدات لا ادري اين وصلت ولكن ان شاء الله غتجي في الوقت المناسب لان هذاك الشيء راه سوق ولكن وغادي تكون محطه من اكبر المحطات اكبر محطه في المغرب اكبر من هذيك ديال سوس ديال سوس اكبر لا ولكن الجانب ديال ماء الشرب هذه غادي تكون اكبر من هذا بما يخص ماء الشرب لان ديال سوس فيها الماء الشرب والسقي السقي فلذلك ان شاء الله هذه راه كاينه لان المشاريع المهيكله كناخذوها بجديه كامله كل شيء كيتعاون فيها ولما يتخذ فيها القرار صافي كتبدا الامور ولكن كتحتاج لبعض الوقت ولكن ان شاء الله غتجي في الوقت المناسب وهذا غادي يخفف حتى على المنطقه ديال وحوض وادي ام الربيع لانه هو اللي كيعطي الثلث ديال الماء ديال الدار البيضاء غادي نخفوا عليه غادي يولي الماء ديال الدار البيضاء كيجي اما من بورغراد واما من محطه التحليه الدار البيضاء اما مدينه واما جهه باش تشوفوا راه الحمد لله الامور عندنا وضوح ديال الرؤيه في عدد من الامور وكاين امور الحمد لله اللي استفدناها اليوم من مختلف الاخوه والاخوات المتدخلين فلذلك اشكركم جميعا ونتمنى لكم كل التوفيق ومبقاو على الاتصال واللي عطوني وثائق راهي عندي غادي نعطيوها للفريق المتابع غادي يدرسها اللي تدخلات شفويه راه حنا سجلنا الملاحظات وسنتابعها باذن الله وشكرا جزيلا ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس